هل تلقت الحكومة الضوء الأخضر لكي تشارك في أو لكي تذهب لدعم الفريق الوطني؟ واش تلقات؟ أنا اللي كنعرف ما طلبتش، واش الحكومة طلبت تمشي؟ هذا هو اللي نأكد. السيد وزير التعليم، السيد وزير التربية الوطنية والرياضة تنقل وحضر مع يعني حضر ومن خلال الإشراف دياله على قطاع الرياضة كان حاضرا في المباراة الأخيرة، كان حاضرا يعني ومدعما للفريق الوطني. دابا الآن واش الوزراء مواطنين؟ نعم مواطنين مغاربة، كيبقاو في نهاية المطاف باغيين يعيشوا هذوك الأجواء بشكل يعني متجرد على المهام الرسمية. لكن هل الحكومة طلبت لكي تتنقل؟ أو يعني نأكد لك بأنه لم تطلب، ونتمنى بالمناسبة كل التوفيق للفريق الوطني في هذه المباراة المهمة.